وللمزيد حول الملف السوري ينضم إلينا من نيويورك المحلل السياسي أحمد فتحي. أهلا بك معنا سيد فتحي. يعني كما نرى المعارك في سوريا مستمرة وأعداد الضحايا والمصابين ومشاهد الدمار إلى ازدياد، هل ترون أن أحد الطرفين فعلا قد يكون قادرا على حل المسألة بقوة السلاح؟ في البداية قلوبنا مع الشعب السوري، معارضينه ومساندينه ونسائه وأطفاله وشيوخه والمدنيين الأبرياء الذين يدفعون ثمن هذا الصراع، وننظر إلى الموقف بكل أبعاده ولا نرى بارقة أمل في توقف العمليات العسكرية. هذا أولا. ثانيا، لن يتمكن المجتمع الدولي ولا النظام السوري ولا المعارضة السورية أن تحسم الموضوع طالما استمرت شحنات الأسلحة إلى النظام السوري وإلى المعارضين. يجب يتم توقف شحن الأسلحة للطرفين، يجب أن يتم إعلان وقف نار فوري بين جميع الأطراف، يجب أن يتم فتح ممرات إنسانية لتوصيل المعونات، وبعد ذلك يجلس الفرقاء على الطاولة للمباحثات السياسية. نحن نتحدث عن شحنات الأسلحة ولا نتحدث عن الشق السياسي. متى ستبدأ المفاوضات السياسية؟ أنا لا أرى بارقة أمل أن يتوقف القتال قبل أن تبدأ هذه المفاوضات وقبل أن يحدث وقف فوري لإطلاق النار. نعم. الخارجية الروسية أكدت على ضرورة إعطاء مزيد من الوقت بالنسبة لمهمة الإبراهيمي. برأيك ما الإطار الزمني الذي تعتقدون أنه منطقي ومعقول بالنسبة للمبعوث الأممي العربي؟ أنا أتوقع بين 6 إلى 9 أشهر، هذه فترة معقولة ليتمكن السيد الإبراهيمي من إجراء مشاوراته وتفعيل وساطته في الأزمة السورية، ولكن يجب أن يتعاون معه الطرفين. نعم. حتى الآن لا نجد جبهة معارضة موحدة تستطيع أن تتسلم الحكم من النظام السوري. فإذا افترضنا جدلا أن الرئيس السوري بشار الأسد خرج وقال أنه مستعد لتسليم السلطة، نعم، فيجب أن نتساءل من سيتسلم السلطة في سوريا؟ هل هو الجيش السوري الحر؟ هل هي المجلس الوطني السوري؟ هل هو مناف طلاس؟ من سيتسلم السلطة؟ لا نجد الإجابة على هذا السؤال. يجب على المعارضة السورية أن توحد جهودها وتتحدث بصوت رجل واحد حتى يستطيعوا أن يجلسوا على طاولة المفاوضات مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد للوصول إلى نتيجة نهائية في هذا الموضوع. غير ذلك فهو مجرد مناسبات إعلامية ويعني تصريحات تداعب مشاعر المواطنين السوريين الذين يدفعون ثمن هذه المشكلة. لا يفرق هذا أن يسقط سوري قتيل على أيدي الجيش بشار الأسد أو على جيش السوري الحر، في النهاية هم مواطنون سوريون. نعم. مجموعة أصدقاء الشعب السوري تريد تشديد العقوبات على النظام السوري، ألا تعتقدون أن العقوبات الموجودة بالفعل هي أكثر ما يمكن الوصول إليه، وهل ترون أنها فعلا تؤثر على الحكومة في دمشق؟ يوجد تأثير للعقوبات حتى الآن، ولكنها ليست كافية لإحداث تغير في الموقف. النظام السوري كما ذكر التقرير السابق يعاني من مشكلة في الوقود، يعاني مشكلة في المواد الغذائية. الحكومة الروسية أرسلت 38 طنا من المعونات الغذائية للنظام السوري، هذا مؤشر واضح وصريح أنه يوجد أزمة فعلية في المعونات في الاحتياجات الغذائية للشعب السوري. بالنسبة للعقوبات، لا، ما زال يوجد العديد من العقوبات التي يستطيع أصدقاء سوريا أن يفرضوها، ولكن يجب أن ننظر إلى تاريخ العقوبات الاقتصادية مع النظام البائد في العراق بصدام حسين. استمرت العقوبات 13 سنة مع النظام الإيراني مستمرة منذ عدة سنوات، ولم تحدث بعد هذا التغيير المرجو. العقوبات ما هي إلا وسيلة ضغط دبلوماسية واقتصادية، ولكن لا أتوقع أنها تحدث نتيجة على الأرض في الوقت الحالي، ربما فيما بعد. عن قضية اللاجئين، يعني هل ترون أن المجتمع الدولي تعامل مع مشكلتهم بطريقة مسؤولة، أم برأيك أن هناك أو مطلوب أكثر مما تم تقديمه؟
دول الجوار لسوريا تحاول على قدر إمكانياتها سواء في تركيا في الأردن أو العراق أو لبنان، والمجتمع الدولي والدول الغربية تحاول ضخ المزيد من الأموال. حكومة الولايات المتحدة الأمريكية زادت من مساهماتها للاحتياجات الخاصة باللاجئين، كذلك بريطانيا، كذلك فرنسا. ولكن نحن يجب أن يعني في المنطقة العربية أن ننظر أننا كان لدينا مشكلة اللاجئين الفلسطينيين، أصبح لدينا اليوم مشكلة اللاجئين الفلسطينيين واللاجئين السوريين. نعم. هل يستطيع دول الناتو أن تستقبل أكثر من ربع مليون سوري على أراضيها في هذا الوقت الذي تطبق فيه معايير تقشفية شديدة على مواطنيها؟ أشك. فالوضع يعني والوضع الدولي والوضع الإقليمي معقد منذ البداية. يجب أن تتم وقف إطلاق النار وأن يتم السماح لهؤلاء اللاجئين بالعودة إلى ديارهم ولا يتم التعرض له. نعم. هذه هي المشكلة، وهذه لن يمكن أن تحل إلا في خلال المفاوضات السياسية. نعم. المحلل السياسي أحمد فتحي كنت معنا من نيويورك، شكرا جزيلا لك.